السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نناقش فيها تداعيات ما حدث في منطقة حبيش من اعتداءات من قبل الميليشيات الحوثية وبالتحديد قبائل خولان الطيان. مشاهدينا، لا يزال الجدل مستمرا بخصوص الاعتداءات التي قامت بها عصابات حوثية مسلحة تنتمي لخولان الطيال على عدد من منازل المواطنين في منطقة حبيش وسط محافظة إب. وفقا لمصادر محلية، فإن نحو 200 مسلح ينتمون لخولان الطيال هاجموا قرية في مديرية حبيش وأحرقوا البيوت ودمروا مشروعا للمياه تستفيد منه القرية، وأيضا اقتلعوا الأشجار وأطلقوا الرصاص حتى على المواشي في طريقهم. خلفية الموضوع تعود إلى مقتل شاب من خولان الطيال على أرضية في مفرق حبيش، ورغم تحكيم أسرة المقتول لاحتواء المشكلة وفقا للشرع والعرف والقانون، إلا أن غريزة الانتقام ونزعة الاستعلاء القبلي تغلبت في الأخير على كل دعوات الحكمة والعقلانية. اللافت في الأمر أن سلطة الانقلاب الحوثي التي سهلت وصول المجاميع المعتدية وفتحت لها كل النقاط العسكرية جعلت الضحايا يظهرون في إعلامها بموقف ممتن للميليشيا على تداركها للموقف. مجمل المشهد يؤكد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تستثمر أي خلاف لتغذية نعرة القبلية والمناطقية لتقدم نفسها كمنقذ ومرجع أول للجميع، مع أنها المستفيد الأكبر من سلبية التشظي المجتمعي. مشاهدينا، لمناقشة حيثيات الموضوع والمشكلة وأبعادها سيكون معنا من تعز عبر الأقمار الاصطناعية الناشط السياسي أحمد هزاع، وعبر الهاتف من الرياض وكيل محافظة إب صلاح القادري، ومن مدينة إب الناشط الصحفي عادل عمر. إذن مشاهدينا، قبل أن نبدأ بالنقاش سنتابع يعني خلاصة لما حدث بلسان المستهدف في هذه المنطقة، المستهدف الرئيسي والذي تعرض للاختطاف ثم تم تحرير هذا الشخص بوساطات قبلية. نتابع. وفي 4 شماط مونة والمعدل حرقوا المواطر حق السم والماطور المتر، هذا حرقهم بيت القيري والمسدسات والذهب والبياس والبياس 3000 سعودي و3 مليون و900 يمني والبصائر البصائر كلها كل حاجه والجوازات ولا البطائق حقنا وحق العوائل، خلوا بالبيت شيء، المهم انهم مدوها كافه عامه ما خلوا ولا حاجه، وحرقوا البقره بين العيور والعيور حق المواشي والبيت العلي، 2 بيوت الذي دمروها وشططوا الشماط وانهون خلاص نهائيا مع الذهب مع كل حاجة. هنا إلا من الاستخطاف جاءوا بيت القيري ومع المشايخ مع الطقومات حقهم وبزونا من المنزلين ومطلقين الرصاص علينا بأشدة بالمعدلات والرصاص بالآليات بالبنادق بكل شيء، ومن بعد اختطفونا وراحوا ودونا إلى بيتهم إلى الضبير قرية الضبير، رموا على بناتي مع خرجنا لو الرصاص فوقنا، واحد رمى على البنية 4 رصاص لما دوخه، احنا هربنا وهم مسكوا الحاج وبزوا معهم، وناس دخلوا فكسروا الشماط، بزوا الذهب يا اولاد بنين، بزوا البياس دعايه من الغرفه الحق الحق. اذا مشاهدينا نبدا النقاش، وارحب بضيفي عبر الاقمار الاصطناعيه السياسي او الناشط السياسي احمد هزاع. سيد احمد، مساء الخير. أسعد الله مساءك أستاذ شادي وجميع مشاهديك وضيوفك الكرام الأستاذ عادل عمر والشيخ صلاح القادري. أهلا بك سيد أحمد، يعني لو تحدثنا في البداية عن طبيعة ما حدث في منطقة حويش. ما حدث هو كما تحدث سابقا أنه استعلاء قبلي على أبناء محافظة إب الذي نعرف مدينة مسالمة لا تذهب نحو السلاح أو حمل السلاح. أتى مسلحون ما يقارب من 100 شخص تحركوا من مديرية خولان في محافظة صنعاء وعبروا عبر عشرات النقاط التابعة للمرشد الحوثي حتى وصلوا إلى مديرية حبيش، وتم اقتحام منازل الناس وإحراقها وضرب الرصاص على الأطفال والنساء وإحراق المواشي، دليل على أن هناك تساهل حوثي واضح من قبل الميليشيات من أجل وصول هذه الميليشيات
القوى المسلحين إلى مديرية حبيش، وإلا كيف يستطيعوا أن يمروا من جميع النقاط المتوايدة بالعشرات من صنعاء إلى إب، إلا هناك تغاضي وهناك دفع من قبل قيادات حوثية في محافظة إب من أكثر ترقيع أبناء المحافظة، بسبب أن إب لا تريد أن تحمل السلاح، ولكن هم استفادوا من هذه النقطة. نعم، لكن سيد أحمد، يعني هنا في مسألة قبيلة خولان الطيال تحديدا، يعني هل أنت مع من ينظر إلى الفكرة بأن الفاعل هي القبيلة قبيلة خولان الطيال، أم أنه يعني انتقام من قبل الميليشيات الحوثية لما لحق بهذا الرجل على مشارف حبيش، وبالتالي يعني تعاطي الناس مع ذكر قبيلة خولان، بينما في الأخير يعني ما حدث هو في إطار مشروع تتبناه الميليشيات؟ أولا، قبيلة خولان لا نعمم القضية، هناك دعم من مملكة الحوثية لبعض عناصرها في منطقة الطوال في خولان، لا نريد، هناك الناس متعاطفين من خولان في هذه القضية، التعميم أعتقد لا يصح، ولكن الميليشيات تغذي هذه الصراعات كي الناس يلهون عن مصالحهم وهمومهم اليومية، المرتبات، الكهرباء، فيحاولوا يدخلهم بهذه النزاعات القبلية، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، هناك نزاعات مسلحة، هناك بيع مقابر، هناك بيع أراضي، من أتى من شمال الشمال لينهب في داخل محافظة إب، هناك تسهيلات حوثية، والدخول بوساطات بعد ذلك، والحصول على النصيب الأكبر من قبل القيادة الحوثية لهذه نشر هذه النزاعات القبلية، المقابر في إب تنهب، الأراضي في إب تنهب، وبالأخير يدخل القيادة الحوثية الذي سهل دخول هذه المال الميليشيات المسلحة إلى المحافظة ليتقاسم مع من أتى به من مناطق خولان أو غير خولان، ليتم التقاسم والحصول على الغنيمة الأكبر. لا نحمل قبيلة مديرية خولان أو ما حدث بالكامل، هناك فئة معروفة أن هناك قطع طرق، وهؤلاء هم من نزلوا إلى محافظة إب، قبيلة خولان، هناك ناس أصدقائي من خولان ينكرون هذا الفعل ويستنكروه جدا، فلا نحمل خولان ككل ما حدث. نعم، إذن سيد أحمد، دعنا نرحب بوكيل محافظة إب صلاح القادري عبر الهاتف، ونشركه معنا في النقاش، ابقى معي لو تكرمت، وأرحب بضيفي صلاح القادري وكيل محافظة إب. سيد صلاح، مساء الخير. مساء النور عليك أستاذ شادي وعلى ضيفك الكريم الأستاذ أحمد هزاع وكذلك الأستاذ عادل عمر وكل المشاهدين الكرام. أهلا بك سيد صلاح، يعني كقيادة للمحافظة كيف تنظرون لما حدث في حبيش؟ ما حصل في حبيش أخي الكريم هي جريمة مكتملة الأركان، جريمة كبيرة بشعة، نهب وحرق وتفجير واختطاف ومصادرة ممتلكات ومحاولة إزالة أسرة بأكملها، اعتداء كبير على حرمة إب وعلى حرمة حبيش وعلى كل مواطن من أبناء إب. نحن نعتبر أن ما يحصل على أي مواطن من أبناء إب من أي جريمة، هذه الجريمة تمس كل أبناء المحافظة بلا استثناء. نعم، لكن يعني ما الذي بيد السلطة المحافظة تحديدا، يعني السلطة المحلية في المحافظة، للانتصار لأبناء حبيش فيما لحق بهم؟ أخي الكريم، تعلم أن المحافظة لا زالت ترزح تحت وطأة الإنقلابيين، الميليشيات الحوثية الإنقلابية الإرهابية، وهذه الجرائم لم نعرفها إلا منذ أن وطأت الميليشيات الحوثية بأقدامها هذه المحافظة الخضراء. نعم. وبدأت هذه الجرائم، وطبعا هذه ليست الأولى كما تفضل الأخ أحمد وليست الأخيرة، طبعا سبق وأن قامت الميليشيات الحوثية بتفجير العديد من المنازل وإحراق العديد من السيارات وإحراق بيوت ونهب ممتلكات بما فيها أوراق وبصائر وفلوس، يعني وكنا نحن أيضا ممن مسهم هذه الجرائم يعني. وبالتالي الآن ما حصل هو استمرار لمثل هكذا جرائم تنال من محافظة إب، من هذه المحافظة التي ضحت
من أجل اليمن، من أجل الوحدة، من أجل الأمن والاستقرار، من أجل السلام، أبناءها في كل ميدان يذودون عن الوطن وينشدون وطنا ويمنا آمنا ومستقرا ومزدهرا. لكن أمراض النفوس لا ينظرون إلى هذه المحافظة إلا أنها محافظة سيء ومحافظة يعني لكسب المال ولكسب الجاه ولكسب السلطة على رقاب الناس. لكن أبناء إب بكل تأكيد سيكونون بالمرصاد للدفاع عن أنفسهم، للدفاع عن أعراضهم، للدفاع عن ممتلكاتهم بإذن الله. طبعا إذا ما كانت السلطة هي السلطة الشرعية في المحافظة لن تجد مثل هكذا جرائم، وإن حصلت هكذا جرائم لا سمح الله سيتم اتخاذ العقوبة الرادعة والقانونية والتي هو يعني. بينما السلطة المحلية في محافظة إب تقيم في الخارج حاليا، يعني ما الذي بالإمكان أن تقدمه؟ السلطة المحلية متواجدة في محافظة عدن أخي الكريم، في العاصمة أو عدن أو في العاصمة المؤقتة بمعنى أنها خارج المحافظة تحديدا، ومتواجدة في حمك ومتواجدة في قعطبة. نعم نعم. إذن في مسألة الجهة المعتدية، يعني كما هو معروف أن المشكلة اليوم ما بين خولان الطيال وحبيش، يعني هل هي الفكرة بهذا التوصيف بشكل دقيق، أم أن يعني قبيلة خولان الطيال هي أداة للانتقام فقط يعني في إطار المشروع الحوثي، وبينما يعني الرجل الذي قتل في حبيش هو يعني ضمن الميليشيات، وبالتالي يعني القبيلة استخدمت من قبل الميليشيا أداة للانتقام، كيف تنظرون إلى الأمر؟ نعم بالفعل القبيلة أولا ما حصل لا يمثل أبناء خولان عموما باعتقادي الشخصي، هو يمثل المتحوثين من أبناء خولان والذين ينطوون تحت هذه الميليشيات الحوثية من أبناء خولان. طبعا سبق والاعتداء من أيضا من هذه الميليشيات التي نزلت من عمران والتي نزلت من قعدة، وما خولان إلا مرحلة ثالثة. لكن كل شيء مقيد وكل شيء مرصود وكل شيء سيتم اتخاذ الإجراءات بحقه. نحن أولا يجب أن يفهم الجميع أن محافظة إب هي محافظة يمنية ولكل اليمنيين، لكن اليمنيين الذين يأتون بهدف الأمن والاستقرار يسكن لا مانع، يتنزه لا مانع، يزور أقاربه لا مانع، لكن أن ينزل وأن يرتكب بها أبشع الجرائم وأن يولي نفسه سلطانا على إب، هذا ما لا نسمح به على الإطلاق. وكل شيء محسوب، ونحن نقول أن لن نسكت على هذه الجرائم، وسيكون الرد بإذن الله قاسيا على من يمارس هذه الجرائم على أبناء محافظته. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد صلاح، وأعود لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية السيد أحمد هزاع من تعز. يعني سيد أحمد، يعني كيف ساهمت يعني سلطة الحوثي في يعني تسهيل ما حدث في هذه المنطقة؟ طبعا الوضع السائد في المحافظة المحتلة من قبل ميليشيا الحوثي أنه أصبح المواطن هو من يحل قضيته بنفسه بسبب حمل السلاح، فالميليشيا الحوثية تستثمر هذه القضايا لتجني أموالا أولا، وثم أن تعمل تفرقة بين أبناء اليمن الواحد. لكن المفارقة هنا سيد أحمد أن السلطة التي سمحت لدخول هذه الميليشيات القادمة من خولان هي يعني قوات من أبناء محافظة إب، هي التي يعني تعمل على تأمين المحافظة، وبالتالي سمحت لهم، هي يعني أكيد أنها تابعة لهم، وبالتالي نحن نتساءل هنا يعني أناس أو مواطنين من أبناء محافظة إب كيف يعني يسمحون بهذا الأمر؟ أستاذ شادي، بالأخير القيادة الانقلابية هي من تعين مدير الأمن أو المحافظ، وهو صاحب الأمر الواقع. إذا كانت هناك قيادة من الشرعية نقدر أن نحملها، ولكن ما حدث أنه القيادة الآن متواجدة في إب هم من يمثلون ميليشيا الحوثي ويتمرون بأمرهم. القوات الموجودة أو الميليشيات الموجودة أو المتحوثين يتأمرون بأمر قائدهم الذي يتبع الميليشيا الحوثية، فلا أعتقد أن هذا أنه يستطيع أن الفرد المعين أن يمنع هذه الميليشيات المسلحة من منع أي قدوم أو تنفيذ أي مخطط يتم مناقشه عبر قيادات التي هي معينة أصلا القيادة، وهي من تأمر هؤلاء الأفراد.
تمرير هؤلاء المسلحين إلى أي محافظة. قبل يومين قاطعتني، قبل أسبوع من الحادثة الأولى تم قتل 2 أشخاص داخل مستشفى أهلي وبدم بارد أمام جميع الناس. أين القوات التي تدعي أن هناك حماية للمحافظة؟ لا توجد حماية للمحافظة، هو هناك تقاسم مصالح وتقاسم نصيب بين القيادات الحوثية. القيادة العليا هي من تمرر ما تريد، وهي من تمشي ما تريد، وهي من أمرت بإنزال القوات المسلحين من خولان إلى محافظة إب، هي نفس القيادات التي تحاول أن تدخل تعمل صلح، وهي نفسها من تنشر إشاعات أنه تم القبض على مسلحين. لم يتم القبض على أحد، هم نزلوا كما قال أحد القيادة الحوثية في محافظة إب أنهم نزلوا بنزهة، كما قال الأستاذ والشيخ صلاح القادري حفظه الله أنه إب تقبلهم يتنزلون في محافظة إب أن يستثمروا ولا ينزلوا أن ينهبوا ويحرقوا بيوت الناس ويقتلوا الناس. قتلوا الناس في وضح النهار. بالأخير السلطات في إب لا تستطيع أن تنفذ أوامرها، كل شيء يأتي أوامر من القيادة العليا في الميليشيات في صنعاء. ما حدث هو أنه حاولوا نشر إشاعة أنه تم القبض على بعض المسلحين كي يهدوا الشارع وسقط الشارع مما حدث، وهذا بالأخير افتضحوا أنه لم يتم القبض على أحد وإنما تخدير الشارع، حيث أن القضية أثيرت في محافظة إب. الناس كتبوا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم وجود القنوات لا يستطيعوا الحديث، القنوات في المناطق المحتلة ممنوعة نقل أي شيء، ولكن عبر ناس استطاعنا أن نحصل على الفيديوهات التي تم بثها، ونحن نحاول إيصال أصوات هؤلاء الناس في المناطق المحتلة. ولكن نقول أن أين المنظمة الدولية التي تدعي الإنسانية؟ الآن عندما يتم إحراق منازل الناس وقتلهم والجرائم يوميا في إب بالعشرات وعدم وجود الإعلام المرئي في المحافظة المحتلة لا تستطيع أن ترصد، ولكن كما قال الأستاذ صراحة أنه لها مثل هذه القضايا لن تستطيع بالتقادم، سيتم رصد كل الحالة الموجودة وكل متحول سيدفع ثمن ما ارتكبه على هذه المحافظة، والأيام دول كما قال. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد أحمد. أذهب للسيد صلاح وكيل محافظة إب. سيد صلاح، يعني في مسألة سلطة الأمر الواقع حاليا في محافظة إب والذين هم من أبناء المحافظة، هل يعني يتحملون مسؤولية المساءلة مستقبلا حيال هذه القضية؟ لا شك أخي الكريم، رغم أن السلطة مختطفة تماما ومغيبة تماما والعصابة هي من تحكم، يعني الأخ المحافظ الذي عينه الحوثيون هو عبارة للأسف الشديد يعني يغطي الجرائم، وبالتالي سيكون مساءلا بلا شك، وكل مسؤول في محافظة إب يعني لم يقم بواجبه ورضى أن يكون مطية لهذه الميليشيات الحوثية لابد أن يكون مساءلا، لأن هذه الجرائم تمس كل أبناء محافظة إب، وبالتالي يجب أن يرفض الجميع حكم هذه العصابات، حكم هذه الميليشيات الانقلابية. وطبعا أنا أؤكد أن هناك تواصل مع الكثير، ينتظرون متى يتم تحرير المحافظة، ينتظرون بشغف وقرب كبير، وهناك الكثير من القيادات التي تنتظر قدوم قوات الشرعية، لكن لا يعني هذا أن تظل صامتة، يجب أن تتحرك بالقدر اللازم وبالواجب الذي يمنع حدوث مثل هذه الجرائم. نحن سمعنا أن كان هناك تحركات من أبناء حبيش وتحركات أيضا من قبل السلطة الأمنية المعينة من قبل الحوثيين واتخذت إجراءات، لكن مشرف الحوثيين هو الرجل الأول في المحافظة وهو من يحكم، وبالتالي يبقى المحافظ المعين من قبل الميليشيات الحوثية أو مدير الأمن أو بقية السلطات يعني لا تستطيع أن تتخذ القرار النهائي، القرار النهائي بيد من؟ بيد المشرف. نعم. نعم، إذن فصل الاتصال ويعني نكتفي بما قاله السيد صلاح القادري، نشكره جزيلا، كان معنا من الرياض وكيل محافظة إب. ومشاهدينا سنذهب الآن لمشاهدة هذا، ليس استطلاع وإنما ملخص لما تعرضت له النساء في منطقة حبيش يعني عندما حدثت هذه الجريمة، نشاهد سويا. على بناتي مع خرجنا لو الرصاص فوقنا، واحد ضرب على البنية 4 رصاص لما دوخه
احنا هربنا وهم مسكوا الحاج وبزوا معاهم وناس دخلوا فكسروا الشنط بزوا الذهب يا اولاد بنين بزوا البي اس دعايه من الغرفه الحق حق النقاش وبزوا علينا ذهب وبزوا علينا سلاح جنابي اليات جيدرين كم بزوا قشطوا البيت ولا خلوا الا ثيابه مشططه تكسروا ودمروا الطواق حرقوا بالفراش بالمكان بزوا المهم كل حاجه نهبوا البيت ولا خلوا الحاجه الذين احمد النقاش جزء سافر وهم دقوا البيت يعني جه الغدا الساعه 4:30 ايوه قالوا لي البكره حقش قتله لا ده الحين انا من تحت المخادر لا ده الحين يجوا من زمان وسال سال سال جوا سرح لنا كاجي ممدده قتلوا مينا تحت الاسنام حقي ذاك ذا ممددة تحت البذكة البذكة الزوة ما عرف أحد ولا أصرف أحد ولا بينين والناس شيء. إذن مشاهدينا هذا كان يعني خلاصة لما حصل للنساء في هذه المنطقة، ونعود لاستكمال الحديث مع ضيفنا من تعز عبر الأقمار الاصطناعية السيد أحمد هزاع. يعني سيد أحمد، يعني نتساءل هنا عن يعني ما الذي يمكن فعله لإنصاف الضحايا في هذه المنطقة؟ طبعا أستاذ شادي، حاليا لا تستطيع أن تنصف الضحايا. ما هو الموجود حاليا أو أفضل الموجود هو رصد الانتهاكات الحاصلة في محافظة إب وتقييد المجرمين والعابثين بحقوق المواطنين عبر المنظمات، وعند تواجد الدولة سيعود ذلك في مطالبة استرداد الحقوق وإنصاف المظلومين. ما يحدث في إب أستاذ شادي بسبب عدم تسليط الضوء هناك، هناك جرائم يندلها الجبين، ما من عدد من يقتل في الجبهات يساوي من يقتلون في محافظة إب. إب هي محافظة من ضمن محافظات الذي ينتهك حقوقها بشكل كبير جدا. نتمنى أنه يستمر تسليط الضوء مثل هذه القضايا وفض هذه المالشيات. بالنسبة لسؤالك أستاذ الكريم، أنه بسبب الميليشيا الحوثية هي ما تمر إب بها من مشاكل، سيتم تقييدها إن شاء الله، وعلى منظمة الحقوقية أن تستمر في تقييد ما يحدث حتى وصول الدولة، وبعد ذلك سيتم محاسبة كل من أجرموه بحق المواطنين في محافظة إب. نعم. إذن سيد أحمد، أيضا هناك تغني من قبل الميليشيا بين فترة وأخرى بأن المحافظات الخاضعة لسيطرتها تشهد يعني أمان ويعني يوجد ضبط في الجانب الأمني لا مثيل له، بينما يعني جرائم بشعة كهذه التي حدثت في حبيش وأيضا من الشخصين الذين قتلوا في المستشفى هي جرائم مروعة، يعني كيف نفهم هذا التناقض؟ أنا أتحدي الآن الميليشيا الحوثية عبر قناتكم أن يسمحوا للقنوات وأن تسمح للناس بعدم اعتقال من يكتب كل جرائمهم، أتحدهم. ستجدون هناك جرائم لن تصدقوا. هناك جريمة قبل 10 أيام في مول ون تابع للأخ علي السمحي، دخل أحد المسلحين بالمسدس باثنين مسدسات، مش مسدس واحد، مسدس بالطريقة الأمريكية عبر الأكشن أو ما نشاهده عبر الأفلام. نعم. وتم ضرب الرصاص داخل المول. هذه ما يتم تقييده عبر الكاميرات فقط. هناك جرائم كثيرة جدا، ولكن بسبب المساحة الموجودة في المناطق المحررة من الحرية الإعلامية يستطيع الكثير أن يتحدث ويستطيع الكثير أن ينشر. لا توجد جريمة حتى تجد المجهر يسلط هذه الجريمة ويتم تناقلها ويتم الحديث عنها والمستجدات بما حدث في أي جريمة في المناطق المحررة، بينما في المناطق المحتلة لا تستطيع أن تكتب حتى منشور. أحد أصدقائي يقول لي أتمنى أن أعمل حتى لايك على أحد منشوراتك أو أحد البوستات التي تكتبها عبر التواصل الاجتماعي. هناك قمع غير عادي بالإعلام، لذلك لا تجد القضايا تخرج إلى العالم أو العالم الافتراضي أو للناس بسبب القبضة الأمنية من الميليشيا الحوثية والخوف منها أن يتم تشويه صورتها أمام الناس جميعا. ولكن نحاول أن نرصد ونحاول أن نخرج الجرائم، فمثل هذه جريمة حبيش ما هي إلا واحدة من 10 الجرائم. لو فتحت الأحداث وإخراج التصوير من الكاميرات في الشوارع ستجد هناك جرائم كبيرة جدا وكثيرة جدا، ولكن هناك قمع من قبل الميليشيا الحوثية. أي إنسان يخرج تصوير أو يخرج خبر
أو كذا يتم قمعه أو اعتقاله أو مصادرة محله، وهذا ما تنهج لميليشيات الحوثية، وهذا من أجل لا يتم فضح الجرائم الموجودة في المناطق المحتلة. نعم، إذن ابقى معي سيد أحمد، ومشاهدينا سيعود إلينا سيد صلاح القادري وكيل محافظة إب من جديد. كنا قد شكرنا، ولكن لا زال هناك لديه رسالة يود قولها من خلال البرنامج. سيد صلاح تفضل. أخي الكريم، طبعا أنا أحييكم لتناول هذا الموضوع، وأحيي كل قلم حر وشريف وكل وسيلة إعلامية صادقة تقف إلى جانب من يتم الاعتداء عليهم بجرائم كبيرة. والحقيقة ما أود أن أقوله أنه الحل يجب أن نلتزم جميعا بمخرجات الحوار الوطني. الأقاليم واليمن الاتحادي هو الحل لإنهاء كل هذه الجرائم، طبعا بعد أن يتم محاسبة كل من ارتكب أي جريمة بحق أي مواطن يمني. لله ثم للتاريخ، نحن نريد يمنا يتساوى فيه الجميع بالحقوق والحريات. لا نريد من يستعلي على أحد، ولا نريد من يقول أنا أفضل منه، لأن هذا هو قول إبليس الرجيم. والاستعلاء على أبناء محافظة إب لن يمر مرور الكرام من أي كائن كان. أبناء محافظة إب يدافعون عن اليمن في كل الميادين، وأبناء محافظة إب هم من خيرة رجال اليمن، وبالتالي أي اعتداء يمس أبناء محافظة إب أو يمس مواطن من محافظة إب هو يمس كل أبناء المحافظة. ونحن نثق أن الجميع سيقتص مما حصل من اعتداء وجرائم يحاول البعض أن يتغافل عنها أو أن يظن أنها جرائم قد تمر، لكنها لن تمر. أنت حينما تعتدي وتروع الأطفال والنساء وكبار السن وتروع الآمنين وتحرق حتى الحيوانات التي منها يقتات الناس، هذا لا نسمح به على الإطلاق. شكرا جزيلا لكم، وأسأل الله لكم التوفيق، وشكرا لضيفكم الكريم الذي دائما ما يقف وقفة رجل قوي حر يدافع ويناضل مع كل الضعفاء ومع كل المواطنين ومع كلمة الحق دائما وابدا. أشكرك جزيل الشكر السيد صلاح القادري وكيل محافظة إب، كنت معنا من الرياض. وأعود لضيفي أحمد هزاع. يعني سيد أحمد، لو تأملنا في مسألة قبيلة خولان الطيال و الاستنفار الذي قامت به تجاه أبناء محافظ أو مديرية حبيش، يعني هناك عندما دخلت ميليشيا الحوثي إلى صنعاء وأيضا سيطرت على جميع المحافظات، أيضا كان هناك رهان كبير على قبائل خولان والقبائل المحيطة بصنعاء، وهناك أيضا انتهاكات كبيرة مورست ضد أبناء خولان من قبل الميليشيا عندما تقدمت واجتاحت المدن في تلك الفترة، ولم نجد هذا الاستنفار. يعني بينما حدثت مشكلة في محافظة أو مديرية حبيش، يعني امتثلت الأسرة لمسألة التحكيم العرفي والقانوني، ومع ذلك فعلوا ما فعلوا. ماذا تقصد بالسؤال؟ هل يعني نحن نقصد عنه كيف جاء الاستنفار على أبناء حبيش تحديدا، بينما يعني أبناء خولان أنفسهم تعرضوا لانتهاكات من قبل الميليشيا عندما دخلت خولان، وكانوا مهللين ومرحبين رغم الانتهاكات، بينما حدثت مشكلة بسيطة في إب استنفرت القبيلة ونزلت برجالها لتحرق المنازل وتدمر البيوت. أعود وأكرر كلامي أنه لا نعمم القضية، ليست قبيلة خولان بالكامل، هؤلاء متحوثون من خولان فقط، أبناء خولان شهداء في الجبهات، أبناء خولان قيادة مع الشرعية، أبناء خولان لا يرضون بما حدث في محافظة إب، هؤلاء مثل جميع المديريات لديهم متحوثون يقوم استدعاهم بوقت الوقت المناسب. أبناء خولان رجال شاوس، لكن حتى إعلام الميليشيا سيد أحمد، حتى إعلام الميليشيا
تصور المشكلة أنها ما بين قبيلة خولان وحبيش ولم تكن المشكلة بالطريقة التي يتفهمها العقلاء. وهذا عملهم وهذا صميم عملهم هو الفتنة وتكريس المناطقية بين القبائل وبين الأسر، هذا عملهم وهذا أساس عملهم، وهذا ما يريدوا إيصاله أن هناك قبائل متناحرة وأنهم هم الوحيدين المصلحين وهم الوحيدين الذين أتوا من أجل تهدئة القضايا وهم أصل المشكلة أصلا، وهم من سمحوا للمسلحين المتحوثين من أبناء خولان للنزول إلى محافظة إب. هم يحاولون أن يسوقوا مشروعهم أنهم وسطيين وأنهم ليس مع القبيلة وأنهم ضد القبيلة وأنهم ضد التناحر، وهم من أنزلوا المسلحين وهم من مونوهم وهم من أملأوا مونوهم بالسلاح والبترول حتى وصلوا إلى محافظة. لا نريد أن نعمم القضية على أبناء خولان بالكل، أبناء خولان نحترمهم جدا وتربطنا بينهم علاقة أسرية، وهناك المتحوثين مثل أي مديرية يتم استدعاهم وقت اللازم لإخراج النعرات القبيلة هنا أو الانتقام أو الثار من أجل تمرير مشاريعهم الحوثية القذرة. نعم، إذن ابقى معي سيد أحمد. نرحب الآن بضيفنا من محافظة إب، سينضم إلينا الناشط الصحفي عادل عمر. سيد عادل مساء الخير. مساء النور، أهلا أخي العزيز. أهلا بك سيد عادل، يعني كونك في محافظة إب، يعني لو لديك تفاصيل إلى أين وصلت قضية حبيش حتى اللحظة؟ طبعا أخي الكريم، بالنسبة لقضية حبيش ربما أن التداعيات الأخيرة جعلت عدد من مشايخ محافظة إب يدعون إلى اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات ما حدث. وهناك لجنة، أعتقد تم تشكيل لجنة مكلفة قبل يومين وقت حصول الحادثة، نزلت لجنة أو شكلت لجنة لحل الإشكالية التي حصلت أو القضية التي حصلت. نعم. والتي أخذت صدى كبير، لأن ما قامت به تلك المجاميع المسلحة عمل غير مبرر على الإطلاق. الأمر الذي جعل المجتمع وجعل أبناء إب يغضبون بسبب تلك العملية أو الجرامية التي أقدم عليها عدد من المجاميع المسلحة بدون أي وجه حق، استباحة بعض المنازل ونهب محتوياتها وإحراق وإتلاف ممتلكات لا مبرر على الإطلاق لما أقدموا عليه. وكان يمكن لأولئك الأشخاص لو كان لديهم مظلومية أو حق أن يتجهوا إلى الجهات المعنية في سلطة الأمر الواقع ويطالبوا عبر القانون، ولكنهم للأسف سقطوا في كلا الحالتين، فلم يلجأوا إلى الجهات الرسمية ولم يلجأوا إلى الأعراف والأسلاف القبلية. نعم. ما حصل هو منافي لكل أعراف وأسلاف القبيلة. هناك مجاميع مسلحة ينتمون إلى منطقة أو إلى قبيلة خولان، هم أولئك المجاميع طبعا تربطهم بالشخص الذي قتل من آل الطيري، وهو يسكن في منطقة حبيش في قرية مجاورة للقرية التي ينتمي إليها القاتل. أولا حادثة القاتل، لو لديك معلومات سيد عادل لو توضحها للناس، يعني ما الذي دار في البداية قبل أن يتم قتل هذا الرجل الذي ينتمي لقبيلة خولان؟ طبعا الذي حدث ان يوم الاربعاء كان حصلت مشكله او نزاع على حول من قطعه ارض بين شخص ينتمي الى اسره القيري وشخص اخر من اسره الارحبي. في ذلك اليوم او في يوم الاربعاء الماضي اشتد النزاع والخصومه بين الطرفين، ووصل الان الى مقتل شاب يدعى رشيد ملاطف القيري، هو يسكن في نفس مديرية حبيش ولديه منزل هناك في قرية حبيش. ما حصل طبعا، يعني الرجل يسكن في المنطقة منذ زمن طويل. نعم، الرجل يسكن في المنطقة منذ زمن طويل ولديه مزارع ولديه منزل هناك، والذي حدث ان القاتل فر، ووالد القاتل قام بتسليم نفسه،
واتجه مجموعة من مشايخ حبيش يوم الأربعاء إلى منزل القيري، وكان هناك مجاميع من أهل القيري متواجدون قرابة 20 شخص. تم تقديم 5 بنادق من قبل مشايخ حبيش كعرف قبلي متعارف عليه وتسمى ببنادق التصبير، وتعهدوا بأنهم سيسلمون أو سيبحثون عن القاتل ويسلمونه إلى القضاء لينال عقابه وجزاءه. ولكن أولئك المجاميع قالوا أنهم سينتظرون حتى قدوم مشايخهم أو مشايخ القبيلة التي تنتمي أساسا إلى قبيلة خولان. نعم. وذهب المشايخ، ذهب المشايخ يوم الأربعاء، ولكنهم تفاجأوا صبيحة الخميس بقدوم مجاميع مسلحة قاموا بمهاجمة قرية النيلح التي تتبع مديرية حبيش، وقاموا بإحراق منازل بعض، يعني دون أي اشتباكات أو ردة فعل من قبل أبناء مديرية حبيش، يعني جاءوا يعني فقط بهجوم مباشر. هم اصلا ما حدث هو مباغت، لم يكن يتوقع اصلا، لم تكن المساله متوقعه ان تحصل بهذا الشكل. وضحت الصوره. ساعود لاكمل معك سيد عادل الكثير من التفاصيل، وانما سنذهب الان لمشاهده يعني مجموعه او عفوا استطلاع وصلنا من تعز حول هذه الجريمه التي حدثت في حبيش. نتابع. حبيش إدانة أو وصمة عار في جبين كل من يزعم بأنه قبيلي وأنه يصون كرامة البشر. لو كان بهم قليلا من الرجولة لكانوا كما يقولوا دافعوا عن كرامتهم من القوى الانقلابية ممثلة بالحوثيين كما يقولوا معته مران وجماعته. اليوم نرى أن هذه القبائل تستضعف أو تسجد خضوعا أمام الانقلابيين وتهب كالأسد المغوار لتعدي على مواطنين ونساء وأطفال. إنها وصمة عار في جبين القبيلة. ما حصل في قرية حبيش في مديرية حبيش عمل ترفضه الإنسانية جمعاء، يعتبر من ضمن جرائم الحرب الممنهجة، لا سيما وأن قبائل خولان عبرت تحت أعين ورؤية وربما موافقة من سلطات الأمر الواقع الإنقلابية التي تدير المشهد في مناطق الشمال المناطق الوسطى. إن اعتقال عدد من المواطنين المدنيين ومن قبل أشخاص ومسلحين قبليين يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتصدى لمثل هذه الجرائم التي ترتكب تحت سلطات الانقلاب في المناطق الوسطى. نستنكر ما حصل خلال هذا الأسبوع في منطقة حبيش. ما حصل هو يعكس شيئين اثنين. أولا يعكس مدى انهيار ما يسمى بالمواطنة المتساوية إلى أبعد حد، كما يعكس الاختلالات الأمنية السائدة في مناطق سيطرة سلطات الحكم الواقع، خصوصا إذا علمنا أن القاتل قد سلم نفسه. ما ارتكب من جرائم في تلك المنطقة. إذن مشاهدينا، نود أن ننوه هنا أن الزملاء في الإعداد حاولوا التواصل مع الكثير من النشطاء من أبناء خولان للمشاركة معنا وإيضاح الصورة بشكل أكبر، ولكنهم اعتذروا متحججين بجوانب أمنية كونهم متواجدين في صنعاء والمناطق الخاضعة تحت سيطرة الميليشيا. وأعود لضيفي أحمد هزاع من تعز عبر الأقمار الاصطناعية. يعني سيد أحمد، كيف تنظر إلى التعاطي الصحفي والإعلامي وأيضا مواقع التواصل مع قضية حبيش؟ ما حضرت من ثورة
في التواصل الاجتماعي دليل أن هذه الميليشيات ليس لها قابلية داخل المحافظات وليس لها حاضنة. كما ذكرت سابقا عدم وجود القنوات الفضائية والخوف من بطش الميليشيات الحوثية لن يستطيع على أحد أن يصرح أو أن يكتب ما يحدث في المناطق المحتلة. أريد أن أعقب على الأستاذ عادل عندما قال هناك اجتماع قبلي. في نفس الوقت اللي كان في هناك اجتماع قبلي لمشايخ المحافظة إب كان هناك تم عمل نقاط في شميلة في محافظة صنعاء وفي قحيزة أو قحيزة في منطقة صنعاء وتم اعتقال واختطاف من يحمل بطاقة وهو من حبيش أو المخادر وتم إيداعهم السجون. هذا من يدعون أنهم يعملون الصلح أو أنهم يريدون يهدوا المشكلة. نعود إلى موضوعنا. يعني بحسب المعلومات لديك أن هناك محتجزين في صنعاء القنوات. نعم والذي أنا صور أحدهم سيارة تتبع المخبز الأخضر في محافظة إب تم إيقاف سيارته وأخذه بعد أن ظهر أنه أحد أبناء محافظة مديرية حبيش وسيارة أخرى تم إيقافها وتفتيشها. وأي شخص يحمل بطاقة من مديرية حبيش أو مديرية المخادر يتم اختطافه في العاصمة صنعاء. هذا الاجتماع القبلي الذي يدعوه كثيرا في محافظة بأنه سيتم حل المشكلة قبليا. الميليشيا الحوثية هي من تغذي هذه الصراعات لذلك هي مستفيدة. ثانيا أريد أن أقول أن إب خاصة إب محافظة إب كوني أمثل أبناء أحد أبناء هذه المحافظة ليس هناك الميليشيات حاضنة شعبية. ما حصل في 2015 من انتفاضة شعبية وتم تحرير معظم المحافظات في يوم واحد ولكن خذلان الشرعية وخذلان التحالف مثل هذه المقاومة هي من تؤخر تحرير هذه المحافظة. قد تكون إب ليس لها شريط ساحلي أو جوارها شريط ساحلي أو ميناء كي يتم تحريرها ولكن أنا على ثقة أن أبناء محافظة سينتفضون إن شاء الله ضد هذه الميليشيا الحوثية ونتمنى أن يعيد التحالف الشرعية حساباتهم الضيقة ويتم تحرير المحافظة من قبل هذه الميليشيات الانقلابية الذي انتهكت جميع حقوق الناس ولم تدع بيتا إلا وقمعت الناس وقتلت الناس واختطفت الناس في جميع مديرية المحافظة. نعم إذن ابقى معي سيد أحمد. أذهب لسيد عادل ناشط إعلامي من محافظة إب. يعني سيد عادل يعني كيف هو تعاطي أبناء محافظة إب في المديريات المجاورة لحبيش وأيضا في المدينة لما يعني تجاه هذه الجريمة المروعة؟ طبعا ما حصل هو ولد طبعا غضب لدى المواطنين ليس في غير فقط ولكن في معظم المناطق التي سمعوا فيها عن حصول ما حدث. ولكن هناك إجماع أعتقد هناك إجماع لدى أبناء إب برفض مثل هذه الأعمال الإجرامية والمطالبة بأن يكون القانون هو المرجع وهو المنصف لكل من لديه مظلمة. هناك طبعا قضية أخذت بعدا كبيرا لأنها تجاوزت ما كان ينبغي أن يحدث. كان يتوجب على من لديهم مظلمة أن يتوجهوا إلى الجهات المعنية باعتبار سلطة الأمر الواقع إلى الجهات المعنية يمكنهم اللجوء إليها والبحث عن من قام بقتل أحد أفرادهم. الأمر الذي أدى إلى استياء الكثير من الناس هو أن قيام تلك المجاميع بالاعتداء على أملاك شخص آخر لا علاقة له بالقضية لا من قريب ولا من بعيد. هذا الأمر هو الذي زاد من غضب الناس تجاه ما حصل وجعلهم يطالبون بتطبيق القانون وتنفيذ القانون سواء في الشخص الذي قام بالقتل لا بد أن ينال عقابه. طبعا القتل هو ليس مبرر وهي جريمة يجب أن يتم التعامل معها وفق القانون. وكذلك أيضا الانتهاكات التي حصلت لممتلكات أولئك المواطنين يجب أن يحاسب من قام بارتكابها. نعم إذن بالفعل أشكرك. من قاموا بتلك الانتهاكات هم أشخاص أعتقد لا يمثلون كل قبيلة خولان وإنما هم يمثلون أسرة أو قطاع معين ينتمون إلى هذه القبيلة. أشكرك. ولا أعتقد أن أي قبيلة تحترم أعراف وأسلاف القبيلة يرضيها ما حصل من انتهاكات. وضحت الصورة الناشط الصحفي
عادل عمر، كنت معنا من محافظة إب، شكرا جزيلا لك. وأعود لضيفي سيد أحمد هزاع من تعز. يعني سيد أحمد، يتساءل البعض أنه يعني في كل المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحوثية هناك جرائم تحدث، ولكن ما يحدث في إب نسبة كبيرة من هذه الجرائم وأيضا الانفلات الأمني الكبير. أولا، قد تكون إب هي أكثر محافظة منتهكة، ولكن هناك محافظات أكثر من إب، ولكن إب مسلط عليها الإعلام أكثر، ويتم إخراج ما يتم إخراجه من الفضائح للميليشيا الحوثية. فينظر الكثير أنها أكثر همجية من الميليشيا الحوثية. الفوضى الأمنية في جميع المحافظات ستظل إب مستباحة ما دام وهي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. هذا هو المختصر. إن لم يتم تحرير المحافظة سيتم الناس باستمرار هذه التحمل هذه الميليشيا الحوثية حتى يتم تحرير المحافظة، وبعد ذلك سيكون لكل حد حديث. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا سيد أحمد هزاع، كنت معنا من تعز عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة من بين قوسين. أشكر أيضا ضيفي عادل عمر ناشط صحفي كان معنا من محافظة إب، والشكر أيضا لوكيل محافظة إب السيد صلاح القادر كان معنا من الرياض. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقي في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله.